العميد كمال مليتي المدير جاوي للحمايه المدنيه بباجه. اليوم التأمت عملية بيضاء تطبيقية في سيدي إسماعيل منطقة باجة الجنوبية. العملية دي تتمثل في فيضان وياد مجردة على منطقة الكفافة منطقة سكنية بامتياز. الحقيقة اليوم دخلنا بوسائل الحماية المدنية للنجدة وتقديم المساعدة للمواطنين. تم كذلك تعزيز اللجنة بالمعدات والهياكل اللي مشاركة في اللجنة الجوية ومجابات الكوارث. اليوم كانت اللجنة هذه ولا الأعضاء هذونا كانوا متواجدين حسب الطلب متاعنا وكانوا متواجدين في وقت قياسي، وهذايا اللي أكدنا عليه في اللجنة الجوية ومجابات الكوارث بحضور سيد ولي الجهة. والحقيقة اللي تعهدوا به على مستوى اللجنة تم تطبيقه على أرض الواقع وكانوا في وقت قياسي، وهذا ما هوش غريب على اللجنة الجوية ومجابات الكوارث بولاية باشا. نجم نقول الحماية المدنية جاهزة لأي تدخل؟ إن شاء الله الحماية المدنية جاهزة كذلك بمعية الأطراف اللي موجودة معها في اللجنة الجوية ومجابات الكوارث، وإن شاء الله ربي ينوب علينا بالمطر وإحنا رانا حاضرين.